تجاهل الحكومة والجهات المعنية المستمر لأسر الشهداء والجرحى المقاومة في تعز عامة وفي مديرية مشرعة وحدنان خاصة دفع بهؤلاء المواطنين من أبناء المديرية إلى إعلان هيئة عليا لرعاية أسر الجرحى والشهداء. في إحدى مدارس المنطقة دشن مواطنون حفل إشهار لهذه الهيئة وفاء وتخليدا لدماء الضحايا ومواساة لأوجاع ذويهم. كما حثتنا مشرع وحدنا دائما كيف نقاتل، اليوم تعلمنا كيف نعطي كيف نبذل، وستعلم مشرع وحدنا الآخرين كيف يدوروا أمورهم، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن. دعت الهيئة جميع الأفراد والجهات المختصة للتعاون معها من أجل جمع التبرعات وتوفير الدعم اللازم لإنقاذ الجرحى الذين يعانون وضعا صحيا مزريا. جرح المقاومة بمديرية مشرعة وحدنان تقدموا الصفوف الأولى في معركة التحرير ضد الميليشيا، لكن هذا لم يكن شفيعا لهم أمام الحكومة ليجدوا أنفسهم في هامش أولوياتها إن لم يكونوا خارجه. طبعا تأتي هذه الفعالية من أجل إشهار الهيئة العليا لرعاية الجرحى وأسر الشهداء في مديرية مشرع وحدنان، والتي جاء إشهارها كضرورة بعد تنصل الحكومة على القيام بواجبها تجاه جرحى وشهداء هذه المديرية، حيث هناك ما يقارب من 25 جريح حالتهم مستعصية، الآن تكاد تنتهي السنة الأولى من الحرب، لم يتم تسفيرهم إلى الخارج ولم يتم علاجهم داخل المستشفيات في اليمن نتيجة لعدم قدرة المستشفيات على علاجهم، بالتالي كان ضرورة على المجتمع في المديرية أن يقوم بدوره المجتمعي عن طريق جمع التبرعات من أجل تسفير هؤلاء الجرحى إلى الخارج. خذلتنا الحكومة وخذلنا الجميع. إذن قد تغيب أوجاع الجرحى عن عيون الحكومة والجهات المعنية، لكنها لا تغيب عن قلوب المحيطين بهم.